قول لهم شوفوا الارض مسبخه ازاي وملاحه ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نلتقي بكم في هذا الفيديو من محاصيل البقوليه محصول الفول الصويا. هو من محاصيل العائله البقوليه المجموع الجذري وتدي ويحمل عقد بكتيريه. بس تعال تعال. طبعا احنا في نهايه الموسم الصيفي، اذا فول الصويا حضرتك من محصول صيفي. ايوه محصول صيفي. وهو يتبع العائله البقوليه. ايوه هو على فكره هو بيشدد بيقوي الارض. ماشي بس الارض هنا مش طايله ميه ولا طايله صرف صحي. واضح ان النبات ضعيف. النبات ضعيف مش طايله ميه صحيه، كله بيشرب من ميه الصرف. معقول؟ طب ما يعني كله بيشرب من ميه الصرف، حتى الارض هي مسبخه سيادتك كلها ملح من ميه الصرف، مش طايله ميه كويسه، مش طايله ميه. ده برقين، ده برقين مشهوره. برقين مركز السنبلاوين محافظه المنصوره. محافظة الدقهلية. محافظة الدقهلية. لا بس بالنسبة الأراضي هنا مش طايلة مية، مية نيل. كلها بتشرب من مية الصرف. طب بس لين الأراضي ملاحة سيادتك النبات ضعيف هنا. سبخت. المجموع الجذري وتدي. أيوه. المفروض إن هو بيدعي العائلة البقولية بيثبت أزوت الجو في التربة. لكن النبات ضعيف فعلا. النبات مش نافع لأن الأرض مملحة ومسبخة، نطرة سبخ زي أكنها أرض جبانة. أكنها قبور. أرض قبور. من مية الصرف، من مياه الصرف الصحي. لأنها مش طايلة، مش طايلة مية، مية نهر نيل. طب ما إحنا عندنا يا فندم بنعمل طرمبات مية ما هي جافية. طرمبات المية الجافية بتخلي الأرض تملح وتسد. بتدي أملاح برضه. بتدي ابنها وبتخلي الأرض تضعف. يعني المايه الجوفيه برضه بتضعف الارض. بس احنا يعني انا مش دي الارض اللي تشرب مايه جوفيه يا بيه. تمام يا فندم. تمام. هو احنا كده في نهايه الموسم، يعني اظن اصول دي فول، يعني دي محصول ارض محصول صيفي، دي ينفع؟ لا ضعيف. ما ينفعش. ضعيف ما ينفعش سيادتك اهو. وبعدين هو ما ينفعش. ما ينفعش خالص يعني. والكماوي غالي، الكماوي غالي، والجاز غالي، والتجاوي غالية، والفلاح هيجيب منين؟ اللي هو انتوا مش ارضكم الكوكو؟ ماشي، ما هو ارض ملك، ما بتصرف يا بيه، يعني ارض ملك شجرته كماوي بايه؟ والجاز بايه؟ ما بتكلف الفلاح تجاوي وكماوي وزراعة وحصد. زي فول الصويا. بتكلف. يعني عشان ارض ملك ما بتكلفش؟ بتكلف. بتكلف كل حاجة النهاردة بتكلف. وحرام يعني. لا هو النبات يرحم الناس من الجاز ومن التجاوي. والفلاح هيعمل ايه؟ الفلاح غلبان يا بيه. كل حاجه على راس الفلاح. الفلاح هيجيب منين؟ الطن الرز ابو 3000 دي. لا هو جاز ايه؟ وخد تجاوي ايه؟ وخد كيلو ايه؟ الرز اتظلم فيه الفلاحين. امال ايه؟ الرز ابو 3000 دي الفلاح هيجيب منين؟ طب بالنسبه للفلاح مش جايب تجاوي ولا كومباين ولا حصد ولا هم. محصول صيفي بتزرع في ابريل، يعني هو شهر 4 مثلا. شهر 4 وشهر 5. بس برضه زي ما انت قلت لي لا جايب تقاويه ولا جايب اي حاجه. ايوه ما هو بايظ اهوت يا بيه قدام حضرتك اهوت، عنده شلل مشلول. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. قوم صور بقى مع علي ابو حسن النمر. عشان قبل ما يحملوا ويمشوا، عشان اخر كام كان جابها اللودر دي. يبقى ده فول الصويا. طب هو استخداماته ايه يا فندم؟ استخدامات فول الصويا. استخداماته مخدول علف الدواجن، استخدموه في مدشة تبع علف الدواجن. يعني هو الفول الصويا بيستخدموه في علف الدواجن. يعني هو سيادتك بتدش؟ بندش في علف وبنضاف لعلف الدواجن. للعليقة لأن هو سمين. لعلف لجميع أعلاف الدواجن. تمام. بندش وبنضاف لعلف الدواجن. بس ممكن يعني احنا كنا زمان ممكن بنتناوله زي اللوبيا والفاصوليا. ماشي ماشي برضه. كل يعني اللي بيفيد من اكلنا احنا ادميين اللي هو فيه نسبه بروتين عاليه، اللي زي الاكل طبيخ الفاصوليا او اللوبيا بينضاف لعلف الدواجن. تمام. بنضاف 100% علف دواجن. شكرا يا فندم. شكرا. ربنا يعزك. اي خدمه يا ربنا يعزك.